والحلبوسي سوف يحرج. طبعا بالمناسبه الحلبوسي اذا بقى البرلمان ما يخلوه الان، جماعه الاطار انطاهم 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 جرعه قويه السيد الصدر. الان شكو حليف له كان راح يفتر ويسوي يوتيرن ويرجع يصير وياهم. اقول هذا هو الشكل. طبعا طبعا راح يكون هالشكل، راح يكون هالشكل، راح يكون هالشكل. لكن اكو مسارات الان يا استاذ احمد، حسب معلوماتي انتم ستقيمون خارج الوطن مؤتمر للجبهة العراقية وأنتم جبهة المعارضة. الآن أيضا هنالك توجه من سياسيين وزعماء قبائل وعشائر أيضا أن يجتمعوا خارج الوطن لتأسيس أو دعوة لمؤتمر لسحب الزعامة من الحلبوسي. هذه الحراكات التي تحصل الآن هي استثمار للفرصة، هي مناورة ذكية، أو لا. تحت عنوان ضرب الحديد وهو سخنة؟ لا أستاذ نجم، أول إحنا ما لنا علاقة بأي مؤتمر يصير، هذول عندهم صراع شخصي الحلبوسي وغيره، إحنا ما نحول القضية العراقية الكبرى إلى صراعات شخصية. إحنا رؤيتنا في المعارضة طرحناها من كنا نقود الحراكات وتدري جنابك على الأرض، ولكن كنا نتدرج. العمل السياسي يحتاج تدرج بالوعي، إنما وصلنا إلى مرحلة أنه العالم يخشى من التغيير في العراق لأنه ماكو بديل وطني ناهض وجاهز يستطيع أن ينجز الحقيقة المهمة الأساسية، أنه ينقذ العراق من الأوضاع البائسة ويحول العراق إلى واحة أمن واستقرار وازدهار. طرحنا المشروع. حتى تقولي لماذا في أمريكا؟ أنا قايل لك إياها وقايلها ألف مرة وقايل لك إياها لك شخصيا، اللي شبكنا يخلصنا. أنا رجل عندي عقلية سياسية واقعية، نحن نتعامل مع المحتل لا نتعاون، هذا مبدأنا الأساسي. هنالك وجود أجنبي على الأراضي العراقية، هذا الوجود الأجنبي يتحكم ليس في العراق فقط وإنما يتحكم بكل المقدرات السياسية الدولية، والقدر جاء به إلى العراق ليحتله، وبالتالي وضع نظام سياسي. للأسف هذا النظام السياسي شالته أدواته وحطته في حضن إيران، هذا هو الوضع العراقي. نتج عنه بؤس وتخلف وضياع وانهيارات تامة. يعني هاي العبارة ملفتة للنظر أبو علي، نتعامل مع المحتل ولكن لا نتعاون ولكن لا نتعامل. يعني أنتم الآن نتعامل ولا نتعاون، لا نتعاون. يعني أنتم الآن تنظرون إلى أمريكا أو تتعاملون مع أمريكا على أنها دولة محتلة حتى اليوم؟ نعم، الوجود الأمريكي الآن موجود بوجب اتفاقية ما بين الأمريكان، ولكن أنا أتحدث عن التعامل، أقصد على التعامل بمعنى أن تتعامل مع الواقع اللي وجدته أمريكا. كيف؟ لاحظ كيف؟ لا تكون الميليشيات الإيرانية أيضا ما زالت تسمي الأمريكان احتلال. هم يسموا احتلال من وجهة نظرهم. احنا شلون يسمون من وجهة نظركم؟ وجود أمريكي. الآن أكو وجود أمريكي على الأراضي العراقية. مو احتلال أمريكي؟ لا، الاحتلال الأمريكي انتهى بالاتفاقية. زين.